إذا بعد ضربة البداية هنشوف أهم شيء في مقالي ومقاله. الأهلي الدور والمسؤولية، الأهلي عليه دور كبير، عنده مسؤولية كبيرة فيها تفاصيل كثيرة لا ينبئنا بها قدر الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، ومساء الخير يا كابتن عدلي. أهلا يا دكتور، إزاي حضرتك؟ دكتور سعد، وانا بتناقش معاك من يومين كده، الحقيقه انت نورت لنا جانب مهم جدا يقوم به النادي الاهلي من خلال المنشآت، اللي هو غير الجانب التقليدي انك بتتيح ملعب لافراز ابطال. لو سمحت عايزين تقول لنا ايه الجوانب التي يستفيد منها المجتمع وتستفيد منها الدوله من خلال هذه المنشآت. يعني في الحقيقه يا كابتن عدلي، زي ما حضرتك ذكرت كده، احنا امبارح كنا في غايه عدد افتتاح اربع صالات جديده، هم ثلاثه لكن بيضموا اربع لعبات في الحقيقه، واحده للكاراتيه وفيها ست انشطه، وايضا واحده للسكواش فيها ثمان ملاعب سكواش وتنس الطاوله، بالاضافه الى الصاله الاخرى يعني الثالثه هي فيها ايضا يعني رياضه الجمباز او صاله الجمباز. وكنا في الحقيقه شفنا، يمكن تابعته من خلال قناه النادي الاهلي، شفتوا عدد اللاعبين اللي موجودين في كل صاله من الصالات، شفتوا اولادنا الناشئين واللي هم بيرسموا مستقبل الدوله المصريه في الحقيقه، واللي بيحرص دايما فخامه السيد الرئيس على انه يوفر لهم كل السبل. وبالامس القريب كان لدينا ابننا احمد من اصحاب الهمم الذي لبى فخامه الرئيس طلبه بأن يكون ممارسا لرياضة السباحة في النادي الأهلي، وده بيعكس ثقة القيادة السياسية في أن النادي الأهلي في الحقيقة بيلعب دور وطني مهم جدا جدا. يمكن ده في بعض الأحيان دول لا تستطيع أن تلعب هذا الدور بتوفير بنية تحتية بهذه الضخامة وبهذه الروعة من التجهيزات، وفيها أيضا أفضل التجهيزات على مستوى العالم. يمكن كان معانا امبارح رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وعندما شاهد هذه الصالة وشاف في الحقيقة الشركة الموردة لتجهيزات صالة الجمباز، قال لي دي أفخم ماركة في العالم موجودة في كل دول العالم المتقدم في رياضة الجمباز تستخدم هذه الفينة. ده الأستاذ إيهاب أمين، رئيس الاتحاد، بنبارك له، هو القائمة بتاعته نجاحها بالكامل. يعني ده كان اتفضل. حصل حاجة في الصوت ولا ايه؟ اتفضل يا دكتور. كان موجود امبارح، وفي الحقيقه طبعا شفتوا حضراتكم التجهيزات اللوجستيه اللي هي حوالين من الصالات، مش بس الصالات كمان بتخدمها مجموعه من المنافذ الرئيسيه عشان يبقى في تكامل لمجموعه الخدمات. الاسر عندما تذهب الى مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد ايضا هي تريد ان تستمتع بوقتها، وهي تنتظر ابنائنا من الممارسين الرياضيين صغار السن بينتظروا. ايضا هذه المنافذ هي ايضا جزء من مجموعه الخدمات اللي بيقدمها النادي الاهلي واللي تم افتتاحها مع الصالات. يمكن حضراتكم كنتوا متابعين امبارح الكابتن محمود الخطيب بعد ما تفقد الصالات الرياضيه في الحقيقه، وكان كمان في على هامش هذا الافتتاح احتفال بواحده من نجوم المستقبل اللي هي صناعه النادي الاهلي، بنتنا هنا جوده في الحقيقه، والاحتفال بعيد ميلادها وهي ايضا فائزه بميدالية عالمية ذهبية. يعني الناس لازم تبقى شايفة النادي الأهلي بيقدر يعمل إيه للرياضة المصرية، ليس فقط لأبناء النادي الأهلي ولكن لصالح الرياضة المصرية. شفنا إن في عملية اصطفاف حصلت من أحد المنافذ، شفنا أكثر من 16 واحد بيشتغلوا في هذا المنفذ، شفنا عدد العاملين اللي في الصالات اللي موجودة جديدة، شفنا أفراد الأمن اللي ايضا تم تعيينهم وتوظيفهم عشان يخدموا حركه تدفقات الاماكن الانتظار الخاصه بالسيارات الخاصه بهذه المنطقه الجديده، شفنا الولاد اللي بيشتغلوا في اللوكرات الجديده وغرف خلع الملابس الجديده. عند حضرتك 134 فرصه عمل انجزتها هذه الصالات لمين؟ للناس اللي هيتوظفوا بشكل دائم. قبلها كان في مرحله تشغيل، الشركات اللي هي بنت هذه الصالات ايضا هي ساهمت في توفير فرص عمل للمجتمع المصري. احنا كمان المنافس دي بتوفر فرص عمل لابنائنا من الشباب، وفي الحقيقه
ده يمكن دور الناس مش واخده بالها منه. يمكن انا كنت وانا بتناقش فعلا مع الكابتن عدلي الرمز الجميل بتاعنا والاستاذ ابراهيم المنيسي، بقول له يا كابتن عدلي انت عارف عشان توفر فرصه عمل النهارده انت محتاج تستثمر اكثر من 500,000 جنيه عشان توفر هذه الفرصه ويبقى ليها استدامه. الناس مش واخده بالها من الكلام ده. هو الحاجه الثانيه ان الشركات المورده لهذه التجهيزات هي ايضا بتدفع ضرائب تروح لصالح الخزينه العامه عشان نقدر الدوله المصريه نلعب دور مساهم ايضا في توفير مصادر تمويل للموازنه العامه للدوله المصريه اللي احنا فخورين بيها. عشان فخامه الرئيس ايضا بنشوف النهارده وهو بيقود حركه تنميه كبيره وضخمه بيشهد بنجاحها وكفائتها كل الدول العالم. فالنهارده الدوله محتاجه تدفقات ماليه جديده، ايضا احنا بنلعب دور في هذا المجال. عشان النهارده عشان حضرتك يمكن مجلس الاداره الموقر اخذ اختصاصات الجمعيه العموميه نتيجه لعدم اكتمال صحه الانحفاض، وبالتالي كان احد الاهداف الرئيسيه لمجلس الاداره هو زياده رسم العضويه ورفعها من 250,000 جنيه الى 350,000 جنيه والبدء في تفعيلها. يمكن مجلس الاداره كان حريص ايضا انه يسمح لاعضائنا وابناء النادي الاهلي اللي عندهم رغبه ان هم يبقوا موجودين في النادي الاهلي نتيجه لهذا التطوير اللي بيشوفوه في الحقيقه، نتيجه لهذا التطوير. دكتور سعد انا مش قصدي اقطعك لكن عايز اتوقف عند النقطه دي، لان الخبر بيقول الزياده هتطبق من ابريل، ايه الحكمه في هذا الامر؟ الحقيقه احنا حبينا ندي فرصه لاكبر عدد من الاعضاء ان هم يستثمروا هذا القيمه الماليه في الحقيقه في الفتره دي ويقدروا ياخدوا اجراءاتهم كمان عشان دي نهايه سنه ماليه وبيبقى في توزيعات مركزيه من الافراد اللي ليهم ودائع في البنوك او الى خلافه. فحبينا في الحقيقه نديهم الفرصه دي عشان يلحقوا يشتركوا. فمجلس الاداره الموقر سامح ان التطبيق ده تطبيق هذه الزياده في الرسوم يبقى من 1/4. وفي الحقيقه هنا خليني كمان البس حاجه يا كابتن عدلي، ده ايضا دور مهم جدا في الاقتصاد الوطني احنا بنلعبه، لان حضرتك انت تعلم جيدا ان احنا لما بيبقى عندنا قيمه الاشتراك السنوي بتاعنا 250,000 جنيه احنا بنمرر او العضو بتاعنا اللي بيشترك عندنا في النادي الاهلي بيمرر لصالح الموازنه العامه ايضا 14% القيمه المضافه على هذه العضويه لصالح الموازنه العامه لصالح العام بتاع الدوله المصريه. ده كمان احنا يعني دور احنا في الحقيقه فخورين بيه وحريصين عليه على ان يكون النادي الاهلي هو احد الشرايين الرئيسيه في الاقتصاد الوطني. يعني في دور ضخم بيلعبه مؤسسه النادي الاهلي في الحقيقه، واحنا بنفتتح امبارح الحاجات دي كلها بنبقى حاسين بحاله من الزهو والفخر بالنادي الاهلي ومسؤوليته تجاه الدوله المصريه في الحقيقه اللي منذ نشاته هو حريص ان هو يؤديها في الحقيقه. وده يمكن حتى الكابتن محمود كان حريص ان يتواجد من الصباح الباكر، يمكن افتتحنا بدانا الفعاليات الساعه 5، لكن كان حريص على انه ياخد جوله في كل ارجاء الفرع الشيخ زايد ويتابع حتى المشروعات ايضا اللي بيتم استكمالها في الفتره القادمه زي المبنى الاجتماعي اللي موجود على 1200 متر في الشيخ زايد، ايضا بيتابع ملعبين كره قدم، بيتابع انشاء 4 ملاعب بدل، بيتابع ايضا قطعه الارض الجديده اللي هيتم تخصيصها لحمام سباحه جديد، بيتابع منطقه الجيم الجديد. في الحقيقه حركه اقتصاديه رياضيه ضخمه جدا جدا. انا في الحقيقه يمكن كانت الظروف بتسمح لي ان احنا نروح نسافر دول كثيره قد تكون هذه الدول غير قادره على القيام بهذه المسؤوليه الضخمه اللي بيقوم بيها النادي الاهلي في الحقيقه، وده كل يوم بيعزز قيمه ومكانه النادي الاهلي كمؤسسه وطنيه في الحقيقه. ده حاجه كلنا فخورين بيها. طب دكتور معلش، واحنا دلوقتي داخلين خلاص على شهر يناير، احنا بنتكلم في نص ديسمبر، مجلس الاداره مشكورا ادى الراغب في عضويه النادي الاهلي فرصه يشتغل بالاسعار الحاليه قبل ما تزيد 100,000 جنيه مره واحده فيما بين عضويه الجزيره عضويه الشيخ زايد وعضويه التجمع، من 250 هتبقى 350 مش كده؟ تمام. ده في 1 ابريل، يعني واحد ابريل لحد 31 مارس
يستمتع بالاسعار القديمه، فعنده فرصه خلال 3 شهور. اللي بيسمعنا دلوقتي لو عنده الرغبه وشايف هذا التوسع في المنشات اللي تخدم ولاده واللي ترعى ولاده، سواء في الشيخ زايد او الفرع الكبير اللي هيفتتح في التجمع، الراغب في العضويه يعمل ايه بالظبط كاجراء؟ في الحقيقه يعني احنا كنا حريصين ان احنا نسهل. الكابتن محمود كان حريص، مش عشان الناس اللي موجوده في التجمع لابد ان هي تتجه الى مقر الجديد. احنا دلوقتي يا دكتور سعد بنستعرض على الشاشه، اعتقد دي المنشات اللي هتبقى في التجمع. اه المنشات اللي موجوده في التجمع اعتقد ان هي هتبقى واحده من افخم المنشات اللي موجوده في كل الانديه، مش بس في الدوله المصريه، على كل مستويات الدول العربيه في الحقيقه. واحنا يمكن معانا واحده من الشركات الوطنيه الكبيره اللي احنا بنثق فيها هي اللي بتقوم بعمليه تنفيذ هذا المشروع. لكن استاذ ابراهيم سال في الحقيقه سؤال في غايه الاهميه، يمكن المتابعين والمشاهدين في الحقيقه لقناه النادي الاهلي اللي احنا بنحتفل بيها هم كمان عندهم بعض التساؤلات. استاذ ابراهيم في الحقيقه كان اخذ هذا الدور وطرحه، احنا ممكن تتوجه الى مدينه نصر، فرع النادي في مدينه نصر ايضا، وتقدم على الاشتراكات في كان في فرع الجزيره او في التجمع او في الشيخ زايد. ولو حابب انك ايضا من سكان منطقه زايد وعايز تشترك في اي من الفروع الثلاثه ممكن تتوجه الى الشيخ زايد، او لو انت حضرتك في منطقه وسط البلد في الحقيقه ممكن تتجه لمقر الجزيره، المقر الرئيسي، وتقدر تشترك من هناك. وبالتالي دي عمليه واحده من عمليات التسهيلات. ايضا احنا يمكن النهارده حطينا على قناه النادي الاهلي مجموعه من وسائل الاتصال اللي يمكن عنده اسئله او استفسارات عن الاوراق المطلوبه للادويه على الرغم ان هي موجوده على الموقع الالكتروني، او طريقه سداد رسم العضويه. احنا عاملين اكثر من نموذج في الحقيقه، وايضا عاملين مجموعه من التسهيلات للمجموعات ايضا او للمؤسسات الخاصه، وده كان ضمن قرار مجلس الاداره اللي اتخذه في الفتره الماضيه، بحيث ان هو يمنح قدر كبير من التسهيلات سواء كانت الاقساط او قيمه مقدمات العضويه. في الحقيقه ده كله احنا عملناه وموجود في الفروع كلها، تقدر المشاهدين الكرام يقدروا يتابعوا ده من خلال فروعنا كلها اللي موجوده في مدينه نصر او في الجزيره او في الشيخ زايد. يعني يروح اداره الاشتراكات في اي فرع؟ في اي فرع. بالضروره يتوجه الى المقر الرئيسي. يعني التجمع دلوقتي في مكتب لاستقبال الراغبين في الانضمام. ده هنبدا من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، من الاسبوع القادم هيبقى فيه مهم جدا ده. في التجمع موجود مكتب بيحصل بيقدم اوراق الاستقبال بتاعه الاعضاء الجدد ان شاء الله. لان في ناس كتير جدا خصوصا من سكان وقاطني التجمع والمدن الجديده كانوا وهم بيشتروا الوحدات بتاعتهم بيسالوا عن امكانيه الالتحاق بالنادي الاهلي، فاحنا من خلال هذه المكالمه والان بنقول لهم الاسبوع الجاي تقدروا تروحوا المركز النادي في التجمع وتشوفوا بنفسكم الانشاءات وتقدروا تحصلوا على فرصه الاشتراك. يعني ان شاء الله يا كابتن. عضو التجمع لحين الافتتاح مسموح له ارتياد الجزيره مش كده؟ مسموح له ارتياد المقرات الرئيسيه واحنا محددين حتى يعني مش هيتعطل، يعني حتى لو اشترك دلوقتي هيتردد على فروع النادي الاخرى القريبه من بيته لحين الافتتاح ويبقى يستقر في الفرع اللي هو اشترك فيه ان شاء الله. دكتور سعد، طيب انا الحقيقه انبسطت قوي من فكره انك بتستعرض لنا فرص العمل التي تتيح هذه المنشآت. توقعك كده او حتى الان ثم حتى الافتتاح، فرص العمل اللي سوف يتيحها فرع التجمع. احنا يعني احنا شغالين على الموضوع ده يمكن من فتره، ان احنا بنشوف بنعمل الهيكل التنظيمي لفرع التجمع ان شاء الله، وزي ما حضرتك عارف ان هيبقى فيه نفس الوظائف اللي موجوده في المقرات الرئيسيه. احنا تقريبا بنتكلم على ما يقرب من 300 وظيفه احنا بنشوفها في التجمع، سواء كانت بدايه من راس الهيكل التنظيمي، مدير فرع، ثم ادارات الامن، ثم اداره الاشتراكات، ثم اداره الخدمات ايضا موجوده فيها، ثم المنافذ اللي هتقدم خدماتها جوه. يعني في احنا بنقول عليها وظائف مباشره بتقدم من خلال النادي الاهلي،
او وظائف غير مباشره بتقدم من مقدم الخدمات داخل النادي زي المنافذ اللي هتخش وتشتغل اللي كانت موجوده عندنا، وبالتالي ده دور مهم جدا يمكن البعض ما بيشوفوش بشكل واضح، لكن ده واحد من اهم الادوار الرئيسيه في الاستراتيجيه المصريه، هي توفير فرص العمل للشباب المصري. دي واحده من المهام الرئيسيه حتى للوزاره المعنيه بذلك، هي وزاره الشباب والرياضه. المفروض ان هي بتعمل عمليه تاهيل عشان الشباب ده يقدر يفوز بفرص عمل وظيفيه. مش بس كده، ده احنا كان عندنا بالامس القريب عندنا كنا بنفعل بروتوكول التعاون بين النادي الاهلي والجامعه الامريكيه في تخريج اول دفعه، اول دفعه كان فيها 50 خريج اللي هم بنأهلهم عشان نمكنهم من امتلاك المهارات اللي محتاجه تطورات سوق العمل الرياضي، يعني زي الصالات اللي حضراتكم شفتوها مش هي الصالات اللي كانت موجوده من 20 سنه ومن 30 سنه، وبالتالي بتتطلب مجموعه من المهارات ليها نو هاو تاني يعني. لها نو هاو تانيه، فاحنا برضو الدور ده بنكمله بشكل رائع جدا للنادي الاهلي، عاملين بروتوكول مع الجامعه الامريكيه. احنا في الحقيقه خرجنا اول دفعه كانت يوم السبت عندنا في الزياره للنادي الاهلي عشان تشوف المهارات العمليه اللي ممكن تطبقها، يعني بنعمل كل المشروعات بتاعتنا بشكل متكامل، بتقدر توفر فرصه عمل، بتقدر تاهل الكوادر عشان تفوز بفرص العمل اللي موجوده داخل السوق المصري، بتقدر توفر البنيه التحتيه للممارسه الرياضيه سواء كانت للعيبه النادي الاهلي اللي بيمثل 50% من المنتخبات الوطنيه المصريه. دكتور حضرتك بكره في اجتماع لمجلس الاداره مش كده؟ ان شاء الله بكره عندنا الجلسه مستمره بتاعت اول جلسه للنقاط في الدوره الجديده لمجلس الاداره الجديد ان شاء الله. ان شاء الله. النادي النهارده طلع بيان تعليقا على الموقف مع اتحاد الكره وازمه الارتباط او تداخل المواعيد. حضرتك ليك تفسير فيها؟ هو في الحقيقه احنا طبعا يعني تلقينا التصريح الايجابي واللي بيعكس مسؤوليه كبيره من المهندس احمد مجاهد، واللي بيؤكد فيه على ان النادي الاهلي سوف يشارك في بطوله كاس العالم للانديه بلاعبته، وايضا المنتخب الوطني سوف يشارك ايضا في بطوله القاره الافريقيه. وفي الحقيقه هنا مصر مصر، يعني ايه مصر مصر؟ ان المنتخب الوطني سوف يمثل الدوله المصريه، وان ايضا النادي الاهلي سوف يمثل الدوله المصريه، وبالتالي كان لابد ان تتهيأ الظروف لكل ممثلي مصر سواء كان المنتخب الوطني او النادي الاهلي ان يمثل كل منهم الدوله المصريه بافضل صوره ممكنه، وبالتالي كان لابد ان يحتفظ النادي الاهلي بلاعبته حتى يستطيع ان يمثل الدوله المصريه والقاره الافريقيه في بطوله كاس العالم للانديه، وبالتالي كان هناك تحمل المسؤوليه وتحملها بشكل ايجابي، وبالتالي كان هناك تقدير من النادي الاهلي وبلغ الجهاز الفني بحيث ان الجهاز الفني حالة القلق التي اتسمت الجهاز الفني خلال الفترة الماضية تزول تماما، ويبدأ أن يضع خططه للاستعداد لهذه البطولة الكبيرة التي حقق النادي الأهلي خلال مشاركاته فيها مستويات متقدمة منها المركز الثالث. نطمح أن يكون لدينا فرصة أيضا لنرتقي في مستوى التنافس في هذه البطولة. اللي فهمته أن الخلاف لم يكن خلافا شخصيا، بدليل أنه بمجرد النادي ما شعر أن في جهد من الاتحاد المسؤول عنه لحل هذه المشكلة بادر بشكره. فالمسألة كانت أن النادي الأهلي عايز يشعر أن في حد شايل الهم، لأن ليس هذا هذه المواجهة بين الأهلي والمنتخب، ولكنها زي ما حضرتك قلت مؤسسات بتمثل مصر، والاثنين عايزين يحتفظوا بأقوى فرص المنافسة. ومن ثم كان يعني أمنيتنا أن الاتحاد المعني يهتم، فالتصريح ده أوضح أن هناك اهتماما وهناك جهودا. أنا بس حبيت أوضح أن المسألة لم تكن موجهة من أشخاص لأشخاص ولا مؤسسة لمؤسسة، ولكن كان يعني رجاء وتوقعا أن النادي الأهلي يشعر أن هناك من يعتني بحل هذه القضية، وقد حدث. تتمنى أن يوصل لنا حاجة رسمي، ولا تتوقع مكالمة، ولا إيه اللي احنا منتظرينه دلوقتي؟ هو احنا في الحقيقه جوابنا بيأكد خلاص ان ده اطار رسمي، بمعنى يا كابتن عبد زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، هو كان كل حرص النادي الاهلي ان الاتحاد الوطني له مسؤوليه واضحه اقرها النظام الاساسي للاتحاد المصري لكره القدم، واقرها
ايضا الاتحاد الدولي ان هناك مسؤوليه للاتحادات الوطنيه هي المسؤوله عن التواصل ما بين الانديه الوطنيه والانديه للاتحادات القاريه والاتحاد الدولي. وفي الحقيقه احنا كل مطالباتنا كانت بتركز على ان احنا نمنح الاتحاد الوطني سلطاته كامله وان يتولى تحمل هذه المسؤوليه. وفي الحقيقه الاتحاد الوطني كان له ايضا دور ايجابي، واحنا نوهنا لده، احنا لم ننتقد احد، احنا قلنا الاتحاد الوطني كان له دور ايجابي مع بعض الانديه المصريه زي نادي بيراميدز ونادي المصري اللي سمح للاعبتهم باستبعادهم من المنتخبات الوطنيه حتى يتسنى ليهم ان هم يشاركوا في بطوله الكونفدراليه. احنا كنا حريصين ان نبرز هذا الدور الايجابي، نحن لا نركز على اي امور سلبيه، وعندما كان هناك تصريح ايجابي من رئيس الاتحاد المصري او رئيس اللجنه المؤقته المهندس احمد مجاهد تلقاه النادي الاهلي ايضا بطريقه ايجابيه، ولكن النادي الاهلي كان حريص على ان يتلقى هذه الايجابيه بشكل رسمي وان هو يبادر بارسال الخطاب. ده كان كل الموضوع، والموضوع اصبح في اطاره الرسمي. تمام تمام، نتمنى ان الرياضه المصريه ما تتعرضش لمثل هذه الازمات الغير مفهومه والغير مبرره، وان كلنا نقف في ظهر بعض لان لينا هدف واحد، رفع اسم مصر في كل المحافل. دكتور سعد، عندك اي اضافات اخرى بالنسبه، يعني احنا فهمنا دلوقتي الجزيره، وقبل كده كنا شفنا مدينه نصر لحد الجراج اللي تم افتتاحه، ثم التجمع، واليوم الشيخ زايد. هل هناك امور اخرى تريد ان توضحها لنا، مثلا ليه علاقه بالشركات، ليه علاقه بما قد يسفر من نشاط هذه الشركات ايضا عن فرص عمل؟ و النهارده شركه الاهلي لكره القدم اعلنت ايضا على مجموعه من الوظائف معلنه على الموقع الرسمي للشركه ايضا، تم هناك وهناك اكثر من 1148 متقدم لوظائف شركه الاهلي لكره القدم على فكره. وفي الحقيقه ده ايضا فخر ينضم الى الفخر الاخر كان في الفروع اللي احنا بنشتغل عليها. ايضا شركه الاهلي للخدمات الرياضيه كانت متواصله النهارده مع الكابتن محمود لترتيبات السفر في الحقيقه الى دوله قطر لماتش السوبر، وكان هناك ترتيبات خاصه بتجهيزات الطائره التي سوف يكون عليها الفريق او ترتيبات اخرى. ونستعد الشركه ايضا تستعد لكاس العالم للانديه وترتب على رحلات ايضا قد تقدمها لجمهور النادي الاهلي اذا سمحت ظروف الجائحه الحاليه. يعني الشركات تعمل على قدم وساق. ايضا هناك شركه المنشات الرياضيه تتابع التصميمات ايضا. يعني في الحقيقه النادي الاهلي كل احترام وتقدير له، وده يمكن مش احنا اللي بناكده يا كابتن عدلي ولا احنا اللي بناكده يا ابراهيم بيه، اللي اكدته جائزه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما منحت النادي الاهلي افضل مؤسسه رياضيه عربيه. هذا ليس من فراغ. قول لحضرتك حفل التكريم للجائزه امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله يوم 9/1 ان شاء الله هيبقى تسليم الجوائز ان شاء الله في دبي في حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ان شاء الله. كابتن خطيب هيسافر؟ باذن الله ان شاء الله. كابتن خطيب كان يعني في الحقيقه بيقدم كل يوم نموذج اخلاقي جديد. عندما كانت هناك انتخابات اصر الكابتن محمود الا يتم الاعلان عن اسم ممثل النادي الاهلي في استلام الجائزه الا بعد انتهاء الانتخابات حتى تصبر الانتخابات عن نتيجه واضحه، وده بياكد قيم النادي الاهلي. صحيح. تمام تمام. دكتور كنا سعداء باتصال حضرتك ووضحت امور كثيره لعل المشاهد استفاد منها كثير. وهذا التواصل مهم باستمرار يا دكتور، لان الناس بتبقى عايزه يعني تشوف هذه الجوانب اللي يمكن لا تطرح، ولكن طرحها اصبح حاكم ومهم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، واعتقد أهم ما تحدث فيه وإحنا بنتكلم على الدور والمسؤولية للنادي الأهلي، هذا الدور الكبير اللي الأهلي بيلعبه من خلال البنية التحتية وتدعيمها وتقويتها والإضافة إليها.